أنا متخرج من الدراسة الآن، وقد كنت من قبل أغش في الاختبارات، هل علي ذنب الآن مع أني نادم على ما حصل مني؟ وأنصح كل من أرى أنه يحاول الغش. الغش حرام في الامتحانات وفي غيرها، قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ولأنه يغرر بالمسؤولين فيمنحون النجاح أو الشهادة على غير أساس صحيح، فهو كذب واحتيال، وعليك توبة إلى الله عز وجل والاستغفار. وإذا أعدت السنة التي وقع فيها الغش وامتحنت فيها امتحانا صحيحا فهذا أبرأ للذمة.